أهلا بيكم. في حد بيسألني على عقوبة السائق المتسبب في حادث وفاة المتوفية إلى رحمة مولاها أخت المستشار مرتضى منصور، اللي يعني توفت مؤخرا. في الحقيقة قبل ما أتكلم على عقوبة هذا السائق، لفت انتباهي يعني البثات المباشر واللايفات اللي بيتم إذاعتها، خاصة في سرادقات العزاء اللي بتقام واللقاءات الصحفية، اللي المواقع الصحفية كبيرة بتعمل أو بتجريها مع ذوي المتوفي. لفت انتباهي بصراحة تصريحات المستشار مرتضى منصور حوالين لما الصحفيين بيسألوا فلان جاء وفلان ما جاش ومين عزاك ومين ما عزاكش، وطبعا الراجل يعني بيرد على الصحفيين لأن دي أسئلة مهمة جدا ويهم الرأي العام، إنه يعني يعرف إن فلان راح العزا وفلان تجاهل وفلان والفنان الفلاني ليه ما جاش واللاعب الفلاني ولا الكابتن الفلاني والمسؤول الفلاني والوزير الفلاني اللي أنا استخلصه. طبعا الراجل رد واستفاض في الرد على الصحفيين، وكل يغني على ليلاه. ويعني يحضرني في هذا الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. بعد ما نتوكل على الله ويوارى التراب علينا، لا هنستفيد من السرادقات، ولا هيفيدني مين جاني ومين عزاني ومين زعل عليا ومين فرح، في كل الكلام ده كله ولا يفرق، كل الكلام ده لأهل الدنيا. وطبعا كل يغني على ليلى. يبقى إذن كل واحد يرتب أوراقه، ما يشغلكش مين هيجي يعز فيك، ما يشغلكش مين هيتجاهل، لأن الناس للأسف البعض بياخد المنصات دي أو الأحداث دي لتصفية حسابات ومعاتبة خصوم، والميت توفاه الله. ويعني يحتاج بس ان الناس، اي ميت، تترحم عليه وتذكره بالخير فقط لا غير، انما لا عزة ولا مرواح ولا مجي ولا كل الكلام ده كله بيفرق مع اللي هو يعني انقطع امله ورزقه من الحياة الدنيا. بالنسبة للناس اللي بتسأل على العقوبة، هو يعني الراجل مشكورا تنازل عن الدعوة الجنائية الخاصة ب الإصابة اللي كانت إصابة خطأ، وطبعا بعد الوفاة بقت قتل خطأ. وعلى حسب ما يقال أن السائق محبوس على ذمة قضية مخدرات. للأسف بعض السائقين وخاصة في الحوادث اللي زي دي بيكون السبب الرئيسي ليها تعاطي المواد المخدرة، اللي محتاج وقفة وإعادة نظر. ويعني الناس دي شوف أي حلول تخلي الطرق بأمان وتخلي السائق يكون عنده احتراس ومراعاة للقوانين واللوائح. ودمتم في رعاية الله وأمني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.